ينضم الينا من تونس حازم القصوري الخبير في الشؤون السياسيه. اهلا بك سيد حازم على شاشه الغد، كيف تابعتم وقراتم ما يحدث في تونس من قرارات سعيد وردود الفعل حول هذه القرارات؟ اهلا وسهلا. يعني تحريض الشعب التونسي الحر الذي يعني يحاول تسويق هذه الصوره النافعه في يعني تصويب المسار السياسي يعني الذي انطلق له 10 سنوات امام يعني اكراهات هذا المسار، باعتبار ان يعني كل الوعود التي قطعتها حركه الاخوان المسلمين لم تحترمها ونكفت عهودها بخصوص يعني مطلوبات طلبات يعني شباب تونس بخصوص الكرامه والتشغيل ويعني الدفاع والانحياز للوطن وقطع الطريق على الاطراف التي يعني تحاول ارداف المشهد السياسي في تونس. حقيقة ما يجري في تونس الآن هي يعني طموحات وموجوعات التوانسة يقع تحقيقها عن طريق قرار سيادي تونسي صرف من خلال يعني ما قره الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباري يعني استنادا إلى نفس الدستور، لكن السند القانوني مربوط بالسند الشعبي وهو ما عبر عليه الشعب التونسي في هذه الانتفاضة العارمة في كامل الجمهورية. صحيح هنالك طرف سياسي لا يعترف كذلك بهذا المسار باعتباره أن في كل مرة الأخوان المسلمين حينما يقع يعني يقع الشارع ينتفض عليهم يقولون هنالك انقلاب. لا وجود لأي انقلاب في تونس، بل هنالك موضوعات شعب تونسي يعني عانى من الأمرين، عانى الإرهاب، عانى الفساد، عانى يعني كورونا. اليوم يقف اليوم الشعب التونسي مع هذا الزعيم الرمز في يعني في مرحلة فائقة تاريخيا. يعني سيدي أحيي القوات المسلحة التونسية والمؤسسة الأمنية التي تواصل يعني الانحياز للشعب التونسي والانحياز إلى القيادة في احترام الموقف السيادي التونسي. صحيح نحن نحيي كذلك الأشقاء العرب والدول الشقيقة والصديقة بخصوص دعم هذا المعنوي الذي توفره إلى تونس، واعتبار أن ما يجري في تونس هو شأن داخلي يعني مربوط بالمواثيق الدولية. طيب سيد حازم، يعني ماذا عن الأولويات بالنسبة لسعيد الآن للخروج من هذه الأزمة؟ هو أكيد أن الأزمة سببها حركة النهضة من خلال هذه الملفات المتناثرة بين يعني الإدارات، وخاصة الملفات حركة منها الملفات الفساد السياسي، باعتبار أن هنالك أطراف نواب متورطون. اتخذ قيس سعيد استجابة لمطالب الشعب هذا القرار السيادي لملاحقة الفاسدين الذين يعني عبثوا بأموال الشعب التونسي وعبثوا يعني ب يعني هيبة الدولة بخصوص هذه التصريحات النارية التي يعني يصرح بها يعني نواب يتخافون كما قال الرئيس، يعني هم لصوص يتخافون بنصوص قانونية. فعلا اليوم هنالك يعني مسار تصحيحي للثوره التونسيه بخصوص لا يمكن قبول يعني طبقه سياسيه فاسده ولها ارتباطات خفيه او ظاهره يعني بالارهاب. اليوم الشعب التونسي هو ينتفض وينتفض مع القياده السياسيه وينحاز الى المؤسسه العسكريه والامنيه في هذه الحرب الشامله ضد كورونا ضد الفساد وضد الارهاب. وسيقع اعتماد القانون ولا شيء غير القانون باحترام المواثيق الدوليه ذات الصله بخصوص حقوق الانسان وبخصوص المحاكمه العادله واحترام كذلك طريقه البراءه. بالتالي لا يمكن يعني ان نقلق من ما يجري في تونس، بالعكس هنالك نعتقد ان الرئيس قيس سعيد هو رجل القانون ويعي جيدا اهميه احترام القوانين والمواثيق الدوليه الدولية. لا اعتقد اطلاق ما يروج الاخوان المسلمين عبر العالم سواء من خلال هذه التدوينات الهجينه من طرف او البيان الهجين الصادر عن الاخوان المسلمين
لا يمكن لهذه الأطراف الهجيرة التي كانت بمثابة يعني الشوكة في خاسرة هذه المنطقة العربية، فما بال كانت اليوم تعيد المسار يعني إلى المسار التصحيحي الصحيح. اتضحت الصورة سيد حازم القصوري الخبير في الشؤون السياسية، كنت معنا من تونس، شكرا لك.